اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه مستمرين فقراتنا لحد 11 صباحا على الهواء مباشره. في 31 اكتوبر 99 سقطت طائره مصريه كان فيها 33 من افضل طيارينا الله يرحمهم، لكن كان من الغريب انه بعد 16 سنه بالظبط في نفس اليوم تسقط الطائره الروسيه فوق سيناء. ومن ساعه ما الطائره سقطت فوق سيناء ودول كثيره لم تنتظر نتائج التحقيقات ولا البحث في الصندوق الاسود، وانجلترا بدرت قالت انها عندها معلومات، ومن ساعه ما انجلترا قالت الكلام ده والوضع ابتدى يتطور بشده. وسائل الاعلام العالميه امبارح تناقلت اخبار كثيره جدا، كبرت الموضوع جامد قوي، في تضارب كبير جدا في الاخبار، لكن وصل الموضوع الى انه الرئيس الروسي بعد ما وصلته المعلومات من انجلترا قرر ان هو يعلق الرحلات الروسيه الى مصر. واخر خبر بيقول انه في تعاون، هيبقى تعاون امني ما بين مصر وروسيا للمستقبل لتامين المطارات، لكن لسه ما نعرفش امتى السياحه الروسيه هترجع. وطبعا مطار شرم الشيخ اعتقد ان حضراتكم كلكم شفتوا في كل الاخبار انه المئات او يمكن الالاف من السائحين بيغادروا. لسه الموضوع هيتطور، هيوصل لفين ما احناش عارفين. دور الاعلام العالمي اللي مش مفهوم وتضارب الاخبار ده ايه حكايته؟ خلونا نتكلم في كل التفاصيل مع ضيفتنا اللي مشرفانا استاذه مي سمير، مساعد رئيس تحرير جريده الفجر. اهلا بحضرتك، منورانا. ميرسي، اهلا بيك. بالعفو. خلينا الاول اعرف من حضرتك، شفتي ازاي تناول الصحافه العالميه لازمه الطائره المنكوبه وتضارب الاخبار الشديد امبارح واللي البعض وصفه كمان بالتواطؤ؟ الحقيقه ان الصحافه الغربيه بدأت تهتم بالقضية وبسقوط الطائرة الروسية منذ لحظة سقوط الطائرة، لأنه الحقيقة منذ الإعلان عن سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، ولاية سيناء اللي هو التنظيم اللي بيمثل فرع تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء صارعت بالإعلان عن مسؤوليتها عن الحادثة وعن سقوط الطائرة، وادعى التنظيم أنه أسقط الطائرة عن طريق صاروخ مضاد للطائرات من نوعية الصواريخ المحمولة على الأكتف. فطبيعي أنه في ظل هذا الإعلان أن يزداد الاهتمام في وسائل الإعلام الغربية، لكن في نفس الوقت وسريعا كافة التحليلات كشفت بسرعة كذب ادعاء ولاية سيناء، لأنه يعني الطائرة كانت على ارتفاع 31 ألف قدم، ومنظومة الدفاع المضادة للصواريخ اللي بتمتلكها ولاية سيناء لا تستطيع أنها تصيب سوى طائرات على ارتفاع بأقصى مدى 20 ألف قدم. فبالتالي كان بسهولة جدا اكتشفت الصحافة العالمية كذب ادعاء ولاية سيناء بأنها مسؤولة عن سقوط الطائرة. خليني أوضح المعلومة دي، إلى أنه الصواريخ المحمولة على الكتف مداها ما يزيدش عن 6 كيلو لو اتضربت من الأرض، لا يمكن توصل لطيارة على ارتفاع 10 كيلومتر أو 31 ألف. ده بالإضافة كمان أن الطائرة سقطت في منطقة اسمها وادي الظلمات، والمنطقة دي بعيدة تماما عن أماكن تمركز يعني تنظيم ولاية سيناء. بعد ده الحقيقة فوجئنا بأنه أغلب الصحافة الغربية وبالتحديد الصحافة البريطانية وإلى جوارها الصحافة الأمريكية بتروج لفكرة أنه الطائرة تم إسقاطها عن طريق قنبلة. أغلب التقارير الصحفية واللي بشكل مثير كان فيها قدر كبير من الآراء الخاصة بالخبراء الاستراتيجيين، الخبراء الأمنيين، شفنا كم كبير، قائمة طويلة من الخبراء الاستراتيجيين سواء الأمريكان أو البريطانيين بيتبرعوا بتحليلاتهم وآرائهم اللي بتؤكد أن الطائرة أسقطت عن طريق قنبلة. طب قبل ما نكمل في موضوع القنبلة، بالنسبة لموضوع الصاروخ وأنه ولاية سيناء التابعة لداعش اللي هي أعلنت مسؤوليتها، هي دي المعلومات اللي كانت عند الإنجليز أن هم اعترضوا اتصال، وإحنا مش فاهمين هم اعترضوا اتصال، هل الاتصال ده تم اعتراضه بالنسبة لداعش سوريا؟ هم قالوا أنهم اعترضوا اتصال ما بين داعش في سوريا وما بين داعش في سيناء. خلينا بس نقول الترتيب الزمني، انه في البدايه روجت الصحافه البريطانيه والصحافه العالميه لفكره انه الطائره اسقطت عن طريق قنبله، ده كان بعد فشل الادعاء الخاص بولايه سيناء. ابتدوا الفتره اليومين او ثلاثه يروجوا لفكره ان هناك عمل ارهابي يلغوا كل السيناريوهات الاخرى الخاصه بامكانيه سقوط الطائره نتيجه مثلا عطل فني الى اخره، الغوا كل السيناريوهات وركزوا على سيناريو واحد فقط وهو ان الطائره اسقطت عن طريق قنبله. فضلوا لمده تقريبا يومين، يعني يوم الاثنين والثلاث كل التقارير كانت عن ان الطائره اسقطت عن طريق قنبله تم تهريبها او تم دسها داخل الطائره. بعد كده تقريبا من يوم الاربعاء والخميس ابتدت بقى التقارير الصحفيه تخرج على انه هذه المعلومات كانت بناء على تقارير
الاستخباراتية إن هناك عملية استخباراتية مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خرجت بنتائج بتدل على ان هناك رسائل، هناك اقاويل داخل ولايه سيناء، اقاويل ورسائل ما بين ولايه سيناء وما بين تنظيم داعش في سوريا بتشير ان هم اللي اسقطوا الطائره، وانه يعني تنظيم داعش يعني كان بنيته اسقاط الطائره والقيام بعمل ارهابي ضخم في سيناء. فاحنا عايزين بس نفرق ان هم في الاول روجوا لفكرة ان هو عمل ارهابي وقنبلة، وبعد كده روجوا لفكرة ان هناك تقارير استخباراتية بتؤكد انه داعش هي اللي مسؤولة، على الرغم من الحقيقة انه داعش اصبحت يعني العنصر الوحيد اللي نقدر نأكد براءته، يعني هي بريئة من هذه العملية. بس خلينا نقول برضو ان هم عندهم مشكلة في تجارب تصريحاتهم، وان هم قالوا انه ده لا يعتبر دليل، لكن هو يشير الى انه ده ممكن يكون غالبية الاحتمالات او الاحتمالات الكبرى بتشير الى عمل ارهابي. وامبارح هم طول اليوم حصل حملة شرسة صحفية على مستوى العالم قادتها الصحف البريطانية، اتكلمت الاول على اتهامات لموظفين في المطار بتلقي رشاوي، اتكلمت على انه اتهمت احد العاملين في المطار في الامن انه هو كان يعني سايب جهاز الكشف على الامتعه وبيلعب جيم كاندي كراش، وابتدوا يقولوا انه لا يعني بيؤكدوا ان دي قنبله. وانتهى اليوم امبارح في اخر خبر من الديلي ميل وهي الاوسع انتشارا وقراءه، قالت بصريح العباره كده اكبر كذبه انه الطياره اتضربت بصاروخ. وانتهى الوضع امبارح الى انه الرئيس الروسي علق الرحلات الروسيه الى مصر، وفي كلام عن تعاون عسكري في او تعاون في مجال الامن وتامين المطارات، لكن ما نعرفش امتى السياحه الروسيه هترجع. حضرتك بتشوفي امبارح تحديدا دونا عن الايام السابقه ازاي، والهجمه الاعلاميه ازاي؟ الحقيقه ان المتابع لكل التقارير الاخباريه خاصه زي ما انت قلت التقارير البريطانيه، هناك هوس بريطاني، هوس اعلامي بريطاني بالحادثه المصريه وسقوط الطائره الروسيه في مصر، المتابع هيلاقي ان كل التقارير بتحاول تصب في حاجتين. اول حاجه ان في قصور امني في مصر في مطار شرم الشيخ، تاني حاجة انه العملية هي عملية ارهابية واللي مسؤول عنها داعش، يعني هم لا يكتفوا فقط بالاشارة انها عملية ارهابية، لكن ايضا امبارح كانوا بيقولوا انه ده كده داعش قدرت ان هي توصل لحد من الموظفين في المطار وتجنن. بالظبط، هذا الهوس الحقيقي هو نتيجة انا يعني في رأيي الشخصي هو نتيجة انه داعش فيما يبدو انها تسرعت واعلنت انها مسؤولة ورسمت سيناريو خيالي تأكد كذبه اللي هو انه استخدمت صواريخ مضادة للطائرات. هذا الادعاء الكاذب واكتشاف ان داعش مش مسؤولة عن سقوط الطائرة الروسية خلى هناك هوس في الغرب، وهو ده اللي بيحط علامة استفهام لما تريد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على او التركيز على فكرة انه هذه الطائرة سقطت عن طريق عمل ارهابي. اذا كانت داعش نفسها مش عارفة الطائرة سقطت ازاي، حتى في بيانها بعد كده قالت ايوه احنا اللي مسؤولين عن سقوط الطائرة ومش هنقول سقطت ازاي، هنقول بعد كده فيما بعد. يعني فيما يبدو ان داعش نفسها مش عارفة الطائرة سقطت ازاي. فهذا الهوس الغربي، هذا الهوس الاستخباراتي من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بإلصاق التهمة بداعش في محاولة للإشارة أن داعش عندها نفوذ وتستطيع التحرك بحرية في شبه جزيرة سيناء. أيضا في نفس الوقت الحديث على أن القصور الأمني في مصر وفي مطار شرم الشيخ للتأكيد أيضا على أن هذا القصور الأمني كان سبب في تهريب القنبلة. في هوس استخباراتي لإلصاق التهمة. بس ليه بقى؟ هل ده مرتبط يا فندم بزيارة الرئيس؟ يعني هل هي دي لو افترضنا نظرية المؤامرة هي معمولة ومقصودة انها تكون بالشكل ده في وجود الرئيس، خصوصا انه امبارح في المؤتمر الصحفي مع جيمس كاميرون الرئيس رد وقال انه بريطانيا من 10 شهور كانت بتتكلم في انه موضوع التامين وتامين المطارات، وعندنا الخبراء الانجليز بقالهم فترة يعني هم موجودين من قبل كده. طب ازاي هم في حاجات كتير حصلت على اراضيهم هم مش عارفينها وعارفين اللي حصل عندنا، وهل حضرتك بتشوف انها مقصودة في اطار وجود الرئيس في انجلترا ولا لا؟ انا ما اقدرش اكد هي مقصوده بسبب وجود الرئيس المصري في بريطانيا، لكن بالتاكيد اثر مثل هذه الاخبار بيتضاعف لمجرد وجود الرئيس المصري في بريطانيا، ده بالتاكيد. لكن خلينا برضو نقول ان هذه العمليه يعني يعني سواء سقوط الطائره الروسيه ولو تاكد بالفعل ان هو عمل ارهابي، فالحقيقه انه هيبقى عندنا علامه استفهام كبيره فيما يتعلق بمن قام بهذا العمل الارهابي لو استبعدنا داعش. يعني لو استبعدنا داعش هيبقى مين اللي قام بالعمل الارهابي
السؤال بيزداد خطورة أيضا لو وضعناه في سياق إصرار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عن التأكيد على أنه عمل إرهابي. يعني إحنا لو استبعدنا داعش هيبقى مين اللي وضع القنبلة في الطيارة؟ وليه لما وصلتهم المعلومات دي ما بلغوناش؟ صحيح. وهو الحقيقة أنه مثلا التحالف الدولي الولايات المتحدة الأمريكية بقى لها أكثر من سنة بتحارب داعش في سوريا، لما لم تتمتع بمثل هذه المعلومات الاستخباراتية العميقة اللي بتساعدها على أنها تكشف تفاصيل سقوط الطائرة في مصر في أيام معدودة، بينما بقى لها سنة بتحارب داعش في سوريا دون أن تحقق أي نجاح ملحوظ على الأرض؟ يعني لو هي استخباراتها بهذه القوة وبهذه القدرة وبهذه الفعالية، لما لم تحقق أي نجاح على الأرض في سوريا؟ كانوا عرفوا مين اللي قتل سعاد حسني في إنجلترا يعني. مثلا يعني البعض الخبراء بيتكلموا على أنه دي ضربة انتقامية من مصر وروسيا في نفس الوقت في إطار الوضع المحتدم في سوريا، خصوصا مع وصول حاملة طائرات فرنسية امبارح بالليل للمنطقة عشان تشارك في الموضوع، واعلان روسيا ان هي بعد ما دخلت على الارض في تطورات وبتبعت سلاح جديد، وامبارح بالليل كمان كان الولايات المتحدة اعلنت ان هي بعتت سلاح للمعارضة الديمقراطية زي ما هي معارضة مسلحة، يعني هم بيسموها هي زي معارضة ومسلحة بالظبط. فحضرتك بتشوفي ده مرتبط بده ولا وكمان وهل مرتبط بانه باغراق الانفاق ما بيننا وما بين حماس ولا لا، خصوصا انه بقى في مشكله دلوقتي او سيناء اللي هم كانوا بيحاولوا الارهابيين ان هم ينتشروا فيها بقى عندهم مشكله في دخولها دلوقتي عن طريق الانفاق، ولو ربطنا ده بنظريه المؤامره وارتباطها بالغرب. يعني بص انا رايي الشخصي في اطار التحليلات للصحافه الغربيه انه هناك هدفين بتسعى ليهم بريطانيا من خلال هذه التغطيه الحقيقه الاعلاميه يعني الغير موضوعيه على الاطلاق مشبوهه ممكن بالظبط هدفين. انا في رايي الشخصي الهدف الاول الحقيقه هو روسيا مش مصر. انا شايفه ان روسيا والتدخل الروسي في سوريا والضربات الموجعه اللي واجهتها روسيا لتنظيم داعش في سوريا الحقيقه اثارت غضب كل القوى الغربيه والتحالف الدولي، في إطار على فكرة أنه هناك الكثير من الخطوط الحمراء حول مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في القضاء على تنظيم داعش في سوريا بالتحديد. اللي ده بيبوظ لهم السيناريو اللي هم رسمينه. فالحقيقة أنه التدخل السوري خاصة أنه بيبقى في إطار ما بين قوسين دعم نظام بشار الأسد، هذا التدخل أثار حفيظة الدول الغربية. وأنا هشير هنا لتقرير نشرته الجارديان الأمس على أنه ما حدث للطائرة الروسية هو عقاب لفلاديمير بوتين على تدخله في سوريا، وان على الشعب الروسي انه يدرك ان هو اللي هيدفع ثمن هذا التدخل. ويمكن من هنا بنقول يعني في هذا السياق لو نظرنا في اطار هذا السياق للاعلان الروسي بانه تعليق الطيران بين مصر وروسيا، فهو الحقيقه في سياق مش هنشوفه ضد مصر، هو سياق ان روسيا بتريد ان هي في النهايه يعني تبلغ شعبها انه في النهايه هي حريصه على الشعب الروسي، وانه لو كان في استهداف للشعب الروسي فهي حريصه على حمايه الشعب الروسي. لكن الى جانب روسيا والى جانب انه هناك رغبه في اعطاء الايحاء ان روسيا يتم معاقبتها بسبب تدخلها في سوريا، ايضا هناك مصر الجانب الاخر المستهدف من هذه التغطيه الاعلاميه الجائره. مصر هناك يعني المتابع لكافه الاخبار في يعني في زي السيناريو ان مصر غير قادره على تامين منطقه شرم الشيخ، ان هناك قصور امني. التركيز على النقطه دي بالتحديد القصور الامني هو السبب في دخول القنبله وتهريبها وزرعها في الطائره. هذا يعني اعطاء الايحاء ان مصر يعني لم تحكم قبضتها على منطقه شبه جزيره سيناء. هل ده على خلفيه التعاون المتزايد عسكريا ما بين مصر وروسيا؟ وهل ممكن نضيف على ده انه في تغير في الميزان العسكري بين مصر واسرائيل بعد ما مصر حصلت على صفقه المسترال وروسيا ادتنا كل الاسلحه اللي هي كانت مجهزاها لهذه الحملات من الطائرات؟ يعني هل بمعنى اصح هو انتقاما من الاثنين، ضربه بتضرب عصفورين بحجر، انتقاما من الاثنين على العلاقه المتناميه وعلى تنامي قوه الجيش المصري؟ هي على انتقاما من الدولتين وضربه موجعه للدولتين، وفي نفس الوقت يعني مش هز الثقه بين مصر وروسيا قد ما هو اعطاء الايحاء بانه من الممكن توجيه ضربه انتقاميه لروسيا، يعني حتى لو كانت مش
بضربة عسكرية أو إنما استهداف مدنيين، ولكن ده ممكن وجائز ورد على التدخل الروسي في سوريا. أيضا في نفس الوقت فكرة إعطاء الانطباع أن مصر لا تحكم سيطرتها على منطقة مثلا شرم الشيخ أو منطقة شبه جزيرة سيناء ممكن تضيع الإيحاء بتمهيد للتدخل الغربي، بتمهيد لقوات أجنبية. أنا عايز بقى أقف عند النقطة دي، لأنه أحد الإخوان وهو جمال حشمت، ويعني مش عايز أعلق عليهم ولا أقول عليهم حاجة، لكن امبارح قال في تويتر أنه ده البداية العدل التنازلي للتدخل الدولي في قناة السويس وسيناء. حضرتك بتشوفي الكلام ده إزاي؟ وطلع في الوقت ده ليه؟ طبعا طبعا علينا ان احنا نتوقع ان التنظيم الدولي يستغل الفرصه، التنظيم الدولي الاخوان يستغل الفرصه من اجل دعوه الدول الاجنبيه للتدخل من اجل احكام السيطره الامنيه على منطقه شبه جزيره سيناء. ده طبيعي، يعني ده طبيعي. كمان اضيف على ده اللقاء اللي عملوه الاخوان مع الكونجرس الامريكي بقياده محمد سلطان، حضرتك بتشوفي ده وده في نفس الوقت ازاي؟ يعني خلينا برضو نقول ان العلاقات الامريكيه بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين علاقه مستمره وقائمه، ويعني في اطار حتى اللقاءات اللي بحضرتك بتشير اليها ما بين واشنطن وما بين التنظيم الدولي، كان في بدايه شهر اكتوبر مؤتمر امني يعني شهير جمع ما بين قيادات التنظيم الدولي للاخوان وما بين وكاله الامن القومي، المباحث الفيدراليه، ووزاره الدفاع الامريكيه. فطبعا بالتاكيد هناك تعاون كبير وعلاقات شديده العمق ما بين التنظيم الدولي والاخوان، التنظيم الدولي للاخوان وما بين الولايات المتحده الامريكيه، واستغلال التنظيم للحاسه من اجل الدعوه للتدخل الغربي في منطقه شبه جزيره سيناء، يعني من اجل احكام القبضه الامنيه على المنطقه، ده امر متوقع وطبيعي وعادي. وهنا بقى احب اشير لحاجه مهمه جدا، وهو التعامل الاعلامي المصري مع القضيه. ازاي مصر وهي بيفترض ان في مثل هذه القضيه اللي وقعت على الاراضي المصريه انها تكون مصدر للاخبار تحولت الى متلقي للاخبار، ازاي ما تدرجناش الموقف وعملنا مركز اعلامي يبقى هو المصدر الرئيسي لكافه الاخبار المتعلقه بالحادثه؟ ازاي تحولنا؟ هو اللي انه النهارده في مؤتمر لوزير الطيران يعني المدني، اعتقد انه يعني امر مثير للدهشه ان احنا ننتظر اسبوع كامل على سقوط الطائره الروسيه من اجل عقد مؤتمر صحفي نبين فيه ملابسات الحادثه او نبين فيه وجهه النظر المصريه. يعني الحقيقه انه كان لابد من اداره الازمه بشكل افضل من كده، كان لابد من ان يكون هناك مركز اعلامي مصري بيطلع يعني بيصدر البيانات، بيطلع التصريحات، حتى يستعرض وجهه النظر المصريه، يستعرض السيناريوهات الاخرى المحتمله لسقوط الطائره، بدل ما يبقى فيه سيناريو واحد فقط هو اللي بيتم بثه والتاكيد عليه في كل صحافه العالم. وفي مجلس الامن القومي برضو، يعني احنا عندنا في اجهزه في الدوله احنا مش عارفين هي فين، ما سمعناش صوت. التعامل كان غريب للغايه. يعني الحقيقه انه مصر اللي هي المفروض تبقى المصدر الاول والرئيسي للاخبار في مثل هذه الحادثه تحولت الى متلقي للاخبار بتتابع ماذا يكتب عن حادثه وقعت على الاراضي المصريه من الصحافه الغربيه. يعني تعامل غريب وتاخر شديد جدا في التعامل مع القضيه. حتى يعني انا مش يعني خلينا نفترض انه في النهايه ده حدث ارهابي، ما في النهايه انا ممكن برضو ان انا اطلع البيانات والتصريحات، اطلع يعني معلومات استخباراتيه خاصه بيا بتوضح المساله، بتعرض وجهه الجانب المصري. لكن الحقيقه ان احنا نترك الامر للغرب وللمخابرات الغربيه ان هي اللي تكشف التفاصيل والكواليس، وان احنا بقى نقعد نقول لا والله الكواليس دي غير صحيحه، لا دي صحيحه، يعني بقى احنا رد فعل مش فعل، مع ان المفترض ان احنا نكون المصدر الرئيسي للاخبار. انا بشكرك جدا استاذه مي سمير، مساعد رئيس تحرير جريده الفجر، حضرتك نورتينا، ونتمنى تكون اداء الدوله تحسن عن كده كتير. نورتينا يا فندم. ميرسي. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا. اعتقد انه زي ما ضيفتنا قالت احنا عندنا قصور كبير جدا في اداء الدوله المصريه، وما لم يحاسب مسؤولين في دولتنا ويعاقبوا على تقصيرهم هنفضل في اللي احنا فيه. اشوفكم بعد الفاصل.